نزيد سعداء بتسديد الوقت ببيوت الله سبحانه وتعالى التي هي مأوى الرحمة وموضع الرحمة والسكينة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء، وألتجئ إلى الله وأقول: يا مالك الملك فارفع ما ألم بنا، فما لنا بتولي دفعه قبال، وحل عقدة داء حل سدحتنا بضره عمت الأمصار والحلال. ونتمنى على الله باش يحيدنا الله سبحانه وتعالى هذا الوباء، وجينا من مناطق بعيده لان المسجد سبحان الله متسع وكيتوفر فيه الشروط باش الانسان يكون واحد اتساع ديال مترون بين الاخر، والامور ديال النظافه وشحال هذه، وما كيعلموا على هذه الامور ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نطبقوها، ونتمنى الله ترجع لنا الصلاه الجمعه والاعياد والمناسبه. ابتسام افتتاح اول مره في المسجد، واحد زعما بدري حسنه لاننا كنا مستقين لهذا الافتتاح هذا، وزعما هذه معلومة كبيرة ديال الدار البيضاء سقنا لها أربع صور هذه. وتنشكروا صاحب الجلالة اللي عطانا هذا سمو هذا الموافقة باش تحل المساجد. وكما قال الله سبحانه وتعالى: نصر من الله وفتح قريب. وزعما ها انت الكمامة ها المعقم، زعما حنا قالوا لنا ديروا هادشي، حنا تنديروا هادشي. اليوم هو يوم افتتاح المساجد في المغرب، وهذا يوم كبير يعني بالنسبة لنا وبالنسبة لجميع المسلمين الموجودين في هذا البلد العريق الطيب. يوم كبير يعني دام اغلاق تقريبا اكثر من 3 أشهر، وهذا يوم تاريخي يعتبر. احنا سعدنا بهذا الافتتاح ان شاء الله، والمغرب من البلدان يعني الكبيرة يعني والبلدان المحافظة على هذا التراث. المسجد هذا تراثي كبير يعني وشهد له التاريخ يعني، والمغرب من البلدان السباقة في اتخاذ القراءات في الجائحة هذه، وهذا شيء جميل يعني احنا سعدنا به. كنا مقيمين في هذا البلد لكن سعدنا بالقراءات التي قامت بها المغرب، والحمد لله هذا هو اللي جنب المغرب يعني كوارث كثيرة يعني. نتمنى المغرب كل التقدم إن شاء الله، والله يوفقهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنا يعني هذا نهار كبير عندنا اللي عاودت تفتحت فيه المساجد، وعندنا الزهر لاننا ان شاء الله غادي نبداو عاوتاني نرجعوا للحياه ديالنا الطبيعيه من جديد. وخص غير المواطنين يلتزموا زعما بهاد الاجراءات اللي تتنص عليها السلطات: كمامه، صلايه، تعقيم. وان شاء الله راه الحياه ديالنا غترجع من جديد، وحنا راه جد 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 سعيدين بهذا النهار، ونهار كبير عندنا هذا.